بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم راح نحكي عن مباراة تشرين والمريخ السوداني اللي راح تقام يوم الثلاثاء اللي هو بكرة إن شاء الله الساعة 10:00 مساء. المباراة طبعا وين منقولة؟ طبعا فرصة التأهل قائمة. شو لازم نعمل نحنا؟ وراح نسمع أيضا رأي فني أيضا من الكابتن صافي عيوش ومحللنا المحلل الرياضي باسم بكر. تحية لك أستاذ أحمد وتحية لجمهور السوري الحبيب وتحية لجمهور تشرين الحبيب. أول شيء يعطيهم ألف عافية. كانت المباراة الأولى مباراة صعبة بس كانت المباراة جيدة بالنسبة للظروف يلي مرت فيها اللاذقية تحديدا وفريق تشرين وعدم خوضه للمباريات الودية، ولكن المباراة الإياب حتكون أصعب بكتير أكيد، لأنه الفريق المريخ السوداني ممكن يدخل بقوة أكثر بحالة هجومية أكثر أقوى، وهذا حيسبب ضغط على منتخب سوريا. صحيح نتيجة 1-0 بتأدي لتأهلنا، ولكن المباراة ما أنا سهلة، لأنه الفريق المريخ عنده خط الدفاع وخط الوسط بتميز بلاعبين جيدين. فريق تشرين لازم يلعب بطريقة مختلفة عن المباراة الأولى برأيي. التكتل الدفاعي الزائد ممكن يعرض فريق تشرين لهدف مبكر، وهذا الهدف يلي يمكن تخرج المباراة من سيطرتنا. بالنسبة لي أقوى وسيلة للدفاع هي الهجوم. بتمنى نشوف فريق تشرين بمرحلة الذهاب. آخر شيء نحن يلي شفناه منه بمرحلة الذهاب كان كتير جيد، ما نطالبين منه أكثر من هيك رغم الظروف يلي مر فيها من أحداث الزلزال. الظروف يلي مر فيها أكيد يلي عملوا لهلا يعطيهم ألف عافية ككادر فني وكلاعبين، بس برجع بكرر مباراة الإياب حتكون صعبة، حتكون مباراة ضغط على لاعبين فريق تشرين أكثر من لاعبين المريخ السوداني. الشيء الأهم إنه ما نحترم فريق الخصم، إنه هني فريق أفضل، هني فريق أقوى، بالعكس نحاول نلعب أمامهم كأنه نحن الأقوى ونحن الأفضل. وقت ما بتكون عندنا هذا الحماس الزائد أحيانا المستوى الفني على المستوى الجماعي والفردي بيصير ما في فرق كتير كبير، بس طبعا أكيد بنرجع بنقول وضع فريق تشرين غير طبيعي بسبب الظروف اللي صارت باللادية، ويرحم ضحايا الزلزال وكل التوفيق لفريق تشرين إن شاء الله. ونتمنى طبعا أكيد حنكون كتير سعيدين إذا بقدر يتأهل للدور الثاني، بس رغم كل الظروف اللي مروا فيها يعطيهم ألف عافية، ما قصروا، رفعوا اسم البلد. وتحية كبيرة كتير ثانيا لجمهور تشرين الحبيب، والرحمة لأرواح الشهداء، والصبر لضحايا أهالي ضحايا الزلزال. عفوا، المباراة راح تكون إن شاء الله بكرة المساء اللي هي يوم الثلاثاء 11:04 الساعة 10:00 مساء بتوقيت الكويت والسعودية، وبتوقع يكون توقيت سوريا مثل توقيتنا. طبعا المباراة راح تكون منقولة على قنوات السعودية الرياضية الثالثة والكأس والدوري بتوقع الخامسة كمان. المباراة فيك تشوفها على التلفزيون، فيك تشوفها على تكتب على جوجل السعودية الرياضية مباشر بيطلع لك السعودية الرياضية على جوجل، ما يحتاج تشوفها على أي مكان تاني، لأنه راح تكون المباراة مثل ديك المرة اللي القنوات اللي بثوا المباراة كلهم أكلوا مخالفات، وهذا الشيء ما بشجع عليه أنا، لأنه أي مباراة فيها حقوق بس تلفزيوني بالأخص للخليج، يعني هدول ما بيضيعوا أي دقيقة من المباراة. أي دورت عليها إن كان على الفيسبوك أو على اليوتيوب ما راح تلاقيها، فيك تشوفها على التلفزيون بالقنوات المفتوحة بدون أي تعب أي مشاكل أي شيء أبدا. تشرين دخل بقوة وسجل الهدف الأول وكان ضاغط وكان جاهز لحتى يربح هاي المباراة، ولكن الموضوع الدفاعي نعاني منه نحنا بمنتخباتنا وأنديتنا بشكل كبير. هجوميا لا خوف علينا، في حلول، في أكثر من حل هجوميا عنا، مشكلتنا بالدفاع. نحنا أهم شيء أنه ما متلقى أي هدف من نادي المريخ. المريخ طبعا لعيبة طوال،
بنية جسمانية، بيلعبوا على العرضيات، هذا الشيء تعودنا عليه وشفناه بالمباراة السابقة. بتوقع انه اليوم تصريح المدرب البرازيلي مدرب المريخ السوداني ما عاد بيعيده بحياته، لانه قال لك مباراة تشرين سهلة ونحن نفكر مباراة الشباب او القوة الجوية اذا تأهلنا. طبعا اليوم راح يفكر مدرب المريخ انه كيف يحافظ على هذا الفوز اللي فاز فيه المباراة السابقة 2-1، وبيحاول قدر الامكان يسجل هدف بارضنا اللي هي راح تكون مباراة تانية مفترضية ارضنا. طبعا نحن يكفينا فوز 1-0 لحتى نتأهل، ولكن مشكلتنا انه بنفكر نحن دائما اذا سجلنا جول بنرجع، اي بكل انديتنا ومنتخباتنا بشكل عام اذا سجلنا هدف بنرجع بنغطي الدفاع وبنغطي المرمى ونجيب بطانيات وحرامات ونحطهم فوق المرمى وفوق نص ملعبنا كرمال انه ما بناكل جول. فنحن افضل وسيلة للدفاع هي الهجوم، هذا شيء طبيعي وامر متعارف عليه بكل شيء اسمها الدنيا وحياة. اليوم افضل وسيلة دفاع هي الهجوم يا كابتن محمد عقيل. بتمنى طبعا كان تبديل، انا بوجهة نظري ما بعرف انتو ادرى مني، فانا ليس بخبير فني او بمحلل، انا مشجع رياضي. بتوقع كان تبديل نصوح نقدلي كان متأخر بالمباراة الماضية، كان نصوح نقدلي بيعمل فارق بشكل عام باي مباراة بيدخلها. هذا اللاعب ما شاء الله عليه، يملك المواهب، يملك القدرة، يملك الحلول. نصوح نقدلي لاعب مهاري بشكل عام تعتمد عليه. بتمنى نشوف نصوح نقدلي من أول مباراة لحتى نهايتها بإذن الله تعالى. الشيء الأهم الكرات العرضية، نحن حيباغتونا حيحاولوا يسجلوا علينا بكرات عرضية، إنه شافوا الفجوة والخلل الدفاعي عنا بكرات العرضية. الكابتن محمد عقيل اشتغل على موضوع الدفاع بشكل كامل، عمق الدفاع، إنه العمق الدفاعي عنا قلب الدفاع ميت بشكل كامل بالمباراة الماضية. نحن كفينا نخترق، نحن فينا نعمل هجمات مرتدة سريعة، فينا يعني اختراقاتنا أهم ما نعمل عرضيات صراحة. يعني اللي شفناه المرة الماضية كنا هددنا مرمى المريخ السوداني، هددنا مرمى أكثر من مرة ولكن الحظ ما كان بحالفنا. المرة هاي بإذن الله تعالى أنا واثق راح نجيب 1-0 راح نسعى بالهدف الثاني، لأنه إذا جبنا الهدف ورجعنا لورا ما راح نستفيد أي شيء، وراح نخطأ وراح نخطأ وراح نخطأ. بتمنى طبعا اللعب الجماعي، اللعب الجماعي يا شباب، اللعب الجماعي هو اهم شيء للنجاح. بدك تسوق لحالك كلاعب بعدك صغير، ايه ماشي، بس مو بهي المباراه، اوصل للدور الثاني، اوصل للي بعده، راح تطلبك الانديه بالاسم وبالصوت وبالصوره وتقول لك شروطك ونحن حاضرين. اما هلا انت بدك تسوق لحالك راح تكون انت اللي خسران بعد هاي المباراه، لانه راح تطلع بمبالغ صغيره كتير، وما حلو منك انك والله جيت على المباراه هي حتى تسوق لحالك بنادي درجه ثانيه او ثالثه بالدوري الخليجي او الدوري السعودي بشكل عام. فبتمنى منكم يا لاعيبه او يا لاعبين يا شباب اللعب الجماعي، اللعب الجماعي راح نوصل باذن الله للدور الثاني واللي بعده كمان اذا لعبنا لعب جماعي وما فكرنا بالمصلحه الشخصيه وما فكرنا بالانجاز الشخصي. بنفكر نحن رايحين نمثل سوريا، بنفكر نحن رايحين نمثل محافظه اللاذقيه، نحن رايحين نمثل الساحل السوري، بنمثل الجماهير السوريه اللي ورانا، بنمثل الوطن باكمله، بنمثل نحن اهالينا رفقاتنا. يعني حاولوا تكونوا انتم بمثابه منتخب وطن عم يلعب لاجل علم، لأجل اسم بلد. يا جماعة هاي مباراة كتير مهمة لكم، مادية معنوية فنية كتير مهمة يعني. فبتمنى من اللاعبين، بتمنى من اللاعبين عن جد بيعطوا كل طاقتهم، لأنه عندنا شيء بنخسره أبدا. هاي المباراة بدنا نكون صاحين ذهنيا ومركزين فنيا لحتى نقدر نوصل لمبتغانا، لأنه المباراة الماضية كان فيها أخطاء كتير كارثية بالدفاع وكان في بعض الأنانية من بعض اللاعبين. بتمنى إن شاء يا رب التوفيق لكابتن محمد عقيل انه بيقرا المباراه صح ان شاء الله، وهذا ثقتنا فيه. يعني عنده خبره باللعب او عفوا درب كثير بدول برا، يعني درب بالخليج بدول عربيه، يعني عنده خبره. فالمريخ السوداني والله ما عنده شيء. يعطيك العافيه. نحكي اليوم بخصوص مباراه تشرين والمريخ، مباراه الاياب اللي راح تكون بارض تشرين. شفنا المباراة الأولى قدر فيها المريخ يعمل 2-1 على تشرين. هدف تشرين بيعطيه ميزة إنه إذا فاز بالمباراة الإياب ب1-0 فهو بيكون متأهل.
أو أنه يفوز بأي نتيجة أو فارق هدفين في حال المريخ سجل أهداف. طبعا التعادل لمصلحة المريخ اللي عم يلعب باحتمالين هنا التعادل أو الفوز. طبعا بهيك احتمالات دائما بيكون الفريق اللي عنده احتمال واحد على الأغلب هو الأقدر على أنه يخلص المباراة لصالحه. بالنسبة لقراءة المباراة السابقة حكينا عنها، فشو هي حظوظ تشرين بتوظيف المجموعة من اللاعبين من ناحية التنظيمية الجماعية ومن ناحية الفردية؟ الحقيقة شفنا أنه لدى فريق تشرين إمكانية على أنه يتجاوز فريق المريخ من خلال السرعات اللي عم نشوفها بالاختراقات وال 1-2 اللي مفروض أنه نشوفها كمان أكثر أمام منطقة 16، والتسديد على المرمى بيكون شيء مهم مع المتابعة للكرات المرتدة من الحارس في حال تصدي لها. طبعا الطموح كبير لدى الجماهير، ونحن ما عم نقيم عن عبث، لا فريق تشرين كان بيستحق المباراة الماضية انه يخرج بنتيجة التعادل. اعتقد الكابتن محمد عقيل لديه سيناريو واستراتيجية لهي المباراة، وخاصة انه عملية تسجيل الأهداف وهدف السبق هو بيكون بيعمل أثر بنهج المباراة وسير المباراة والتحكم بمجرياتها. نتمنى التوفيق، ونتمنى أيضا في حال وصلت الأمور لركلات الترجيح في حال فاز 20-1 أنه يحالف الحظ الكابتن مدنية بالتصدي للكرات المريخية، وإن شاء الله موفقين. يقول نيتشي: الفرصة وقت الذي بتمد لك راسها تعطيها ظهرها. نحن نسترجع الذي هو حقوقنا السريبي.